حمص كرم الزيتون 30/1/2012 هاي المجازر اللي عم ترتكب بحي كرم الزيتون. هاي الشهيد الأب محمد تركي المحمد، الشهيدي الأم ابتسام الخضر حسبي الله ونعم الوكيل، الشهيد أحمد محمد المحمد طفل، والطفل أمجد محمد المحمد، والطفلة تحيات محمد المحمد، شهيدي تسنين محمد المحمد حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عائلة كاملة قام نظام الأسد وشبيحته وعصابات إيرانية بإعدامهم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نحن هاي مجزرة جماعية نبعتها لروسيا والصين، هاي مجزرة جماعية بحق عائلة كاملة أطفال وأب وأمون، هدول بنبعتهم للجامعة العربية والصين حسبي الله ونعم الوكيل. وقاموا بتعزيم الأب قبل 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 ما يذبحوا، كاسرين له إيده وإجروا إطلاق نار كثيف عليه.